الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما يسرتنا من صيام شهر رمضان وقيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر
القبر مونسا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الضلل وادفع عنا به النقم اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين واحفظنا بالإسلام قائمين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته ويوم القيامة وروعته اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
أجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بالقرآن. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب شبابنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اشف مرضنا ومرض جميع المسلمين. اللهم رب ارحمهما. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا رازقنا ويا خالقنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حومتنا وثبت حجتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يمن كتابنا
أسرنا واهدنا سبل السلام. اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين المتقين المخلصين. وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على مولانا نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.